بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا راح تكون حلقه تخص الخدمات في منطقه فعلا هي محتاجه الى تقديم الخدمات من قبل الحكومه المحليه في بغداد. منطقه النهروان، هذه المنطقه الشاسعه على مستوى المساحة وأيضا بالكثافة السكانية. كثير من يتساءل يقول متى تقدم الخدمات بشكل كامل لمنطقة النهروان. جاءتنا مجموعة من الاتصالات حول أن نعمل حلقة خاصة عن منطقة النهروان. اتصلنا بالأستاذ ياسر والأستاذ أحمد المعاون لبلديات بغداد، طبعا شكرا جزيلا لهم من القلب على تواصلهم وتعاونهم الكبير بصراحة مع قناة الأيام وفي برنامج خدمتكم لتقديم بعض الملاحظات إن وجدت، وهي أكيد موجودة ملاحظات على البلديات التابعة على بلديات بغداد، وأيضا نعرف ماذا قدموا إلى المواطن اللي يكون هو من ضمن البيئة المكانية لتقديم الخدمات لكل بلدية على حدة. اتصلنا بالسيد أحمد معاون الأستاذ ياسر مدير بلديات بغداد، وفعلا تم تهيئة والاتصال ببلدية النهروان، واليوم ضيف عزيز علينا الأستاذ مهند البهادلي مدير بلدية النهروان. مرحب بك أجمل ترحيب أستاذ مهند. أهلا وسهلا بك أستاذ، نتشرف بكم وبقناتكم حقيقة. الله. كل الشرف أن بتواجد عندكم، خاصة هاي البرامج الخدميه توعي المواطن، الامور مهمه وتنقل الحقيقه مثل ما هي ان شاء الله. اكيد احنا اليوم خلال على مدار 45 دقيقه ولو هي ما راح تكفي، احنا تحدثنا بها طبعا، لكن احنا نحاول نكثف المعلومه، نوضح للمواطن متى تكون الخدمات تقدم، وان مثل ما عرفت هناك مشاريع، هناك بداية شروع لتقديم الخدمات من ضمن التبليغ، فإن شاء الله حتحدث فيه بشكل مفصل. نتشرف بكم. بس دائما الله يحفظك أستاذ ما، دائما ما نسأل السادة مدراء البلديات ما هي المناطق المشمولة بالخدمات تقدم بلدية النهروان تحديدا. بداية بعد الترحيب والصلاة على محمد وعلى محمد، صلى على محمد. يعني أحب أعطيك مقدمة عن بلدية النهروان. بلدية النهروان ضمن قضاء المدائن ناحية النهروان بتعداد سكاني 250 ألف نسمة. حقيقة ناحية النهروان، بلدية النهروان بلدية مستحدثة، استحدثت في سنة نهاية 2014، كانت قسم بلدي تابع إلى مديرية بلدية الوحدة، صارت بلدية يعني حديثة نهاية 2014. واجهت حتى قبل لا ندخل هذا الموضوع، ليش تستحدث البلديات مثلا؟ ليش مثلا حسب عدد سكان لو المناطق الشاسعة مثلا توسع سكاني؟ يعني بداية المدن تكون قسم بلدي، يعني تقدم لها عن طريق الدائرة الأساسية اللي هي مثلا بلدية الوحدة، لكن من يصير توسع سكاني ويحتاج لها عمل يومي، للإدارة تقدر تكون تباشرها بصورة يومية، ولا امورها الحسابيه ولا امورها التنظيميه، فتحتاج تكون من يزيد عدد سكانها يقترح ان تكون بلديه جديده. جميل. وهذا من خلال التخطيط العمراني والتصميم الحديث للمدن. فنهايه 2014 استحدثت بلديه النهروان. فاول ما جت واجهت دخول داعش للبلاد والازمه الماليه، فاضطرت انه تكون بدون تخصيصات ماليه، لانه كل التخصيصات الماليه صارت للدفاع والجيش تعرف وقتها. تمام. فلم تشهد مشاريع الى ان قبل فتره وجيزه بدت، طبعا يعني هناك ترابط بين السيد محافظ بغداد المحترم، سيد رئيس الوزراء يتابع النهروان، سيد مدير بلديات بغداد يبذل جهد عالي جدا، نجي متابعه اتصالات يوميه ويانا. بدت المشاريع حقيقه، يعني صار اكو توجه انه لازم يدخل مشروع المجاري للمدينه، لان مشروع المجاري موقف كل شيء. تمام. انت اليوم وزاره التخطيط ما تقبل تعطيك اي مشروع تبليط،
لسببين. اذا ما اكو بنيه تحتيه، يا اما ما عندك مشروع مجاري وتبلط من حقك تبلط. زين، اذا ما عندك مشروع مجاري من حقك انه تبلط، واذا عندك مشروع مجاري ما تبلط. فاحنا مشروعنا المجاري قيد لحاله، ولهذا ما ممكن انه تكون عندنا مشاريع تبليط. بس هو مو من صلاحيتكم يعني؟ لا، وزارة التخطيط اذا ما تعطينا موافقة. عفوا، لا، المجاري والكذا والبنية التحتية. المجاري ضمن صلاحية يعني كمحافظة، بس احنا كبلدية لا، اكو مديرية مجاري بغداد. واو. مديرية مجاري بغداد تشتغل، يعني انا سابقا كنت يعني اعمل في مجاري بغداد قبل لا تحول بلديات بغداد. يعني من 2011 تشتغل على تصميم مشروع المجاري مال النهروان ومصمم مكامل، والان قيد الحاله. يعني هسه كان موضوع تخصيص مالي وهسه انحال، ولو هو مو ضمن دوارنا ما اقدر اسولف بيه، اكو مدير مجاري بغداد يقدر يسولف بالموضوع، بس حسب اطلاعنا واجتماعاتنا. فمشروع المجاري هو مشروع جدا مهم ولازم يدخل بالمباشره حتى نقدر نبلط كل الشوارع. حاليا استحصلنا موافقه واستثناء بجهد قوي من سيد محافظ بغداد المحترم، وضغط على وزاره التخطيط السيد استاذ ياسر امجد سعيد مدير البلديات، استحصلنا تبليط 6 شوارع رئيسية فقط، بالإضافة إلى صيانة الشارع العام في النهروان. مشاريع تبليط باشرة ويوم 6/6، وأكو أوامر غيار، وإن شاء الله دي يشتغلون. يعني خلال 200 يوم تكمل مشاريع التبليط الشوارع الرئيسية فقط. راح أتحدث عن التبليط بشكل مفصل. نعم أستاذ مهند، شنو المناطق، ما هي اسماء المناطق اللي هي مشموله بالخدمات؟ احنا حقيقه عندنا حياء، عندنا 12 حي. 12 حي؟ عندنا 12 حي. فاحنا الخدمات اللي دا تقدمها البلديه حاليا، احنا يعني اكو نوعين من الخدمات، عندك خدمات تصميميه تشتغل بها مستقبلا. يعني كل احيانا دا نشتغل لها مستقبلا. هسه المواطن من يمشي يقول شكو بالشارع، ماكو شيء. بس هو ما يدري المخاطبات شنو اللي دا نقدمها من اجل حي الطاف مثلا، حي الحسين، حي المجتبى، حي هذني الاحياء اكو وشوارع رئيسيه عندنا. احنا دا نقدم مخاطبات دا نشتغلها مستقبلي. هاي بيها كثافه سكانيه لو ما بيها؟ كلهم بيهن كثافه سكانيه. اها، نهروان كثافه سكانيه عاليه، وبالاضافه للكثافه السكانيه عندنا احياء تجاوزات، يعني صارت بالسنين اللي هي 2008 9 و10 ايضا هذا الملف موجود عندنا. اي، فعندنا كثافه سكانيه عاليه. زين، ما هي المشاريع المستقبلية؟ تحدثت أنت يعني وايد بالموضوع، مشاريع مستقبلية والأحياء وتطورها. شنو هي المشاريع المستقبلية عندكم؟ إحنا دائما ننظر المشاريع المستقبلية أهم من المشاريع الآنية. صح. ليش المشاريع المستقبلية أهم؟ المشروع المستقبلي. هذا ما يعني أن أقدم خدمات في نفس الوقت لازم أماشي، لأن هذا مسكون. طبعا. المشروع المستقبلي اشتغله واحد والاني اشتغله واحد. صح. بس المشاكل تصير بالاني، المستقبلي ما دام تخطط له ما يكون به مشاكل. فعلا هي المشكله. المشاريع المستقبليه عندنا هوايه وكلهن بارض الواقع، ما عندنا شيء من المخيله. عندنا المشروع الاول المدينه الصناعيه، اللي هي مدينه جدا مهمه وراح تكون المدينه الاقتصاديه لبغداد. جميل، مدينة كبيرة جدا. 2000 دونم. حددتوها يعني المكان محدد؟ اصلا بها اعمال، يعني جميل. قديمة المدينة الصناعية بس كانت متوقفة استثمار وما استثمار، ولكن هسه يعني هسه حاليا بها 3 معامل كاملة؟ كاملة. شنو معامل؟ منتجة، معامل شتايجر، مقرنص، صبات. شنو اللي ببالك من معامل بالتصميم؟ احشيك بالتصميم مو على ارض الواقع. مرات المواطن هسه يسمعك يقول ها وين دي يحكي، وين اكو هذا الحكي، ما حكي ما موجود على ارض التصميم. شكو ببالك معامل هي موجوده بيها، بنزينخانات، فنادق. هاي المعامل هي كلها حكوميه استثمار، استثمار اهليه وليس حكوميه. نحن نمتلك راح يعني المعامل تباع، مناطق الاستثمار اللي هي الفنادق، المطاعم، الاسواق، كلها تكون استثمار للبلديه. الشوارع ملك البلديه. المدينه الصناعيه جزء اقتصادي مهم للنهروان ولمحافظه بغداد. ان شاء الله تكمل بالابنيه الموجوده بها. راح تكون شكو جايز معامل، اجازات معامل راح تكون هناك، مما راح يجذب العمل يكون من اهالي النهروان. هاي الطبقة الفقيرة واللي تعاني انه لو تشتغل بمعامل الطابق لو ما عندها عمل.
راح تشتغل هناك. راح نحتاج بعد ايدي عامله من غير اماكن لان ما تكفي الايادي العامله اللي موجوده هناك. راح تكون منفذ تواصل ناس تجي من برا، وبما يعني بما يعني انه راح نحتاج اصلا نقدم تصاميم معماريه للمدينه، لان اكو ناس راح تجي من برا لازم نشوف هذا الطريق الرابط كليته لازم يكون في الطريق يليق بهاي مدينة اقتصادية وبالنهروان. بعد اكو مع يعني هذا المدينة الاقتصادية نتجاوزها لو عندك يعني انا قصدي بين هسه تقول عندي ثلاث معامل جاهزة. ثلاث معامل جاهزة جاهزة دخلت العمل وبعد داخلة بالعمل تجهز اكو هسه معمل البلاطات بده يجهز مشاريع يعني نفس اسعار السوق لو اقل من اسعار السوق اقل اقل من اسعار السوق وبمواصفات. احنا كانت عندنا دراسه السيد المحافظ اجى افتتح مشروع انه الكربستون اللي موجود صاعد يعني خالين الشفل صاعد عليه. طبعا هذا مو تسويق له ماني ما لنا علاقه بهم احنا مالكين الارض. الشفل صاعد على الكربستون والكربستون مطوق افضل من الاعمال اللي المقرنص والكربستون اللي نجيبه من برا وهو جيد. احنا ندعم يعني الصناعه المحليه صنع في العراق احنا ندعمه طبعا. يعني هسه مثلا انا اذا بدي اروح اشتري من نهروان نعم بحجز وكذا وتفاصيل اشتري مثلا نعم بعد ما يحتاج اكو معامل اهليه او استيراد وكذا. اي تقدر تشتري من اهليه وتقدر تشتري من هذا بس انت قارن بين النوعيتين يعني هو على على الجوده. نعم الجوده عاليه الجوده عاليه يعني انا يعني حسب ما شفته من طلعت عليه مو قلت لك احنا هذا العمل هو استثمار بس انا من شفته جوده عاليه. عندك معامل هواية بها المدينة الصناعية راح تكون متنفس للعمل الاقتصادي زين. هذا بما يخص المدينة الصناعية. منو اللي بعد فترة راح تفتح مثل المعامل؟ والله مقدمين على جائزة مال معامل أخرى بعد عندنا مواصفات لازم يوصلون لهاي المواصفات يلا نقدر نعطيها. فإحنا بعدنا ما موافقين محل. يعني هي بس ثلاثة مشيدة أو الأرض فارغة. نعم بعدنا دا نشتغل أعمال طرق ودا نشتغل يعني اعمال الطرق. هسه تعرفوا انت اهم شيء اعمال الطرق من تخلص. هسه احنا كبلوكات كملنا صارت اكو هسه بنطب بيها تدخل تشوف تصميم العمراني مالتها مكتمل. شنو التصميم العمراني؟ انه شوارع وارصفه وفراغات. هاي الفراغات هي اماكن مال معامل حتى مهبط طائراتك يعني كهليكوبتر. اي مو مرات يعني لا تجي شخصيه عامه او شيء او هاي يعني مهبط مدرج اي بيها. بعد المعامل بعد المعامل عندنا مشروع مدينة علي الوردي زين. هاي مدينة جدا كبيرة أكبر من النهروان أكبر من التصميم الأساسي مالتنا كنهروان. هاي ملاصقة عفوا ملاصقة للحدود مالتنا صارت تابعة لنا وإن شاء الله دا نستملكها على قانون 80 كم دونة؟ 28 ألف دونة ما شاء الله. بيها قطع أراضي وبيها اماكن استثماريه اللي هي الطوابق متعدده الطوابق العموديه. رؤيه السيد رئيس الوزراء انه توزع هاي ضمن مبادره داري. فاحنا اشتغلنا بها على مبادره داري بس العمل بالمدينه علي الوردي قبل مبادره داري كان انه هاي كانت انه توزع كاراضي. جيد. اكو مشاريع اخرى لو غير مستقبلية عندنا يعني عندنا الأبنية الخدمية الآن يعني دعمتنا محافظة بغداد إنه راح يعني أبنية البلدية راح يكون عندنا بناية عملاقة بناية البلدية راح نسعى باتجاه إن شاء الله يكون تسجيل عقاري ده نشتغل إن شاء الله باتجاه إنه نسوي نفوس للنهروان بحيث ما يضطر دوائر فرعية هاي راح نشتغل عليها متنزهات ذني كل المشاريع يعني ذا نشتغل عليها ذني يعني ما يتعارضن ويا مشروع المجاري ذني اللي ذا نقدر نشتغل عليها لأن ما يتعارضن ويا مشروع المجاري لأن أي شيء يتعارض ويا مشروع المجاري لازم نوقف عليه توقف لا حين نكمل البنى التحتية. أي نعم. جيد 250 ألف نسمة أستاذ مهند يعني يحتاج أكيد إلى مدارس إلى مستوصفات عيادات شعبية عندكم هاي الإمكانية؟ نرجع المربع الأول نقول بي نقول هم عندنا آني وتصميمي احكي له على الآن عندنا مدارس اكو مدارس عندنا متوقفه اشتغلين بيها متوقفه المدارس مو ضمن عمل البلديه احنا اللي ضمن عملنا نوفر ارض للتربيه انت تعرف التربيه واحنا كنا تابعين محافظه بغداد اكيد فاحنا شغلنا نوفر قطعه ارض
ايش قد يرضون 10 9 8 قطع نوفر لهم. من يستلمون القطعه بعد احنا هذا العمل لجان التربيه النيابيه اللي هي بالمحافظه اللي تشتغل وياهم. احنا اكو مدارس متوقفه، اكو مدارس جديده محاله دي يشتغلون بها، واكو مدارس قديمه. والان اقترحنا يعني اقترحنا 10 مدارس جو يستلموهن، واقترحنا 10 لوخ في طور انه ذان حاله يجون يستلموهن. يعني هاي العشر اللي مضت تمت احاله استلمن استلمن، وكانت اكو وحده بس عليها مشكله تم استبدالها. ممتاز. واكو 10 مقترحات بالجديد بس ينقرر لها تخصيص هماتين يشتغلوها. مستوصفات رفعنا 3 اتصور 2 حالا يعني بس بعد ما حد داخل عليهم. مستشفى 50 سرير بجائحة كورونا كرفاني وفرنا ارض واشتغلوا بيها. بعدين صار اكو قرار اللي هي مركز الشفاء، لا يمنا بظهر الناحية يعني خلف الناحية، اجي قرار انه ورا من بنت اجي قرار توقف المستشفيات الكرفانية ورا ما احترقت المستشفى الكرفانية. اصور راح يشتغلوها كمستوصف. جميل. هاي يعني هاي المشاريع المستقبلية داخل من ضمن التصميم العمراني يعني الشكل، يعني انت مدينة راح تصبح مدينة حديثة يعني عندكم داخل من ضمن التصاميم؟ يعني انا ما اقول لك المدينة راح تكون مدينة تصميمها 100% حديث وجديد، بس دا نحاول الدوائر والمشاريع اللي ندخلها تكون حديثة. وهي كون بناء جديد يعني استاذ مهند. يعني خاضعة للضوابط، على بناء سابق. نعم. مو مثل من ابني على بناء حديث او ارض بعد لا مبين. تمام. عندنا ما ذكرت لك عندنا مستشفى التركي 200 سرير دا تشتغل حاليا و جد نسبة الانجاز نسبتها عالية والله. مو قلت لك هاي ويا الصحة بل. بس احنا نقدم لهم مثلا مرات يحتاجون امور خدمية نقدم لهم اياه باعتبار هم تماسهم ويانا لحد ما يطبون المستشفى. تمام. مستشفى 200 سرير يعني ما زال العمل بيها وواصل نسب عالية ومستمر العمل، كانت متوقفة على مود تخصيصات وهسه مستمر العمل بيها. انا اللي احكي لك اياه كله من ارض الواقع، ما احكي لك شيء يعني بالمخيله او شو اسمه، كله اللي اسولف لك اياه هو موجود حاليا يشتغل. ممتاز. المدن المستحدثه استاذ مهند. المدن المستحدثه ذكرت لك احنا مدينه علي الوردي. يعني بعد علي الوردي بس هي بس علي الوردي مستحدثه. احنا هي تقريبا احنا عندنا 3 مناطق فدمجناها كلها مدينة علي الوردي. أها. صارت مدينة جدا كبيرة، مدينة تطلع تقريبا 6 أضعاف النهروان، تشمل من مقال من معامل الطابوق أقرب من معامل الطابوق بشوية الحد شوية من حدود بس ماية 9 نيسان. مدينة جدا كبيرة فهي كانت 3 مقاطع فارتئينا يعني بالتخطيط العمراني وبالاجتماعات صارت مدينة واحدة. وين وصل المشروع يعني هسه النهاية مثلا راح تبلشون بيها تشتغلون عليها لو اذا على ارض الواقع السولف احنا خلينا نتفق. لا لا على ارض الواقع الكلام ما تحكي بالمستقبل لا الكلام الناس مهند. الناس تريد تشوف قدام عينها قدام يشوف ارض احسن يشوف ارض كل شيء يشوف ارض بس قل لي المخاطبات هاي تاخذ وقت جدا طويل. زين هاي كله تجاوزناه وعبرنا من عنده وباقين احنا على الاستملاك على قانون 80 بس نستملكها حتى وزارة الاسكان تعاون ويانا تريد تدخل ويانا على مود فحص التربة افرازها ما يطول اذا تخصص مشروع الافراز مالتها جدا ما يطول واذا توزعت الناس رأسا تعرف انت اذا يصير توزيع منطقة تدخل الخدمات رأسا الناس تقوم تبني. جميل. هسا انا جن على موضوع طرحت اثناء حديثك على مشروع على الافرازات ومشروع داري، شنو اللي صار على هذا الموضوع؟ الافرازات ومشروع داري كله متوقف على الاستملاك. شو معنى الاستملاك؟ الاستملاك حاليا الارض هي باسم وزاره الماليه. احنا ما نقدر نسولف بمشروع اذا ما يكون ملك مديريه بلديه النهروان. تمام. كل الجهود من رئيس الوزراء فنازلا باتجاه انه نستملكها كبلديه النهروان حتى نتقدم بعمان. لين داخل من ضمن الرقعة الجغرافية. طبعاً. عمل. أي طبعاً. أي طبعاً. فهاي إذا استملكناها نقدر نسيطر على الإفراز نقدر كل الأمور تمشي. وزعتوا قطع أراضي بالنهروان؟ كل للمواطنين المستحقين أكو فئات يعني.
كل البلديات كل المؤسسات البلدية يصير عندها فراز. هذا الفراز يوزع للمواطنين. زين انت اليوم ما تفرز فشي وتضمه، بالتاكيد من تكمل فرازه تستحصل موافقه السيد مدير بلديات بغداد اللي هو بجانبه يرفعها للسيد محافظ بغداد، يوافق على الفراز توزع على المواطنين حسب الفئات المشموله اللي هي الشهداء الموظفين الى اخره الى اخره. جيد، اكو يعني بالسابق كانت اكو قطع اراضي توزعت، نعم، واخذوا وصولات يعني اخذوا سندات أصلاً. سندات مو تمام، نعم، لكن بعد فتره صار تجاوز على قطع الأراضي، وقضية التجاوز هذا أغلب مناطق العراق مو بغداد، نعم، فقط صارت عملية التجاوز. شلون أنتم عالجتوا بلدية النهروان؟ والله هي مشكلة، عندكم وايد تجاوز؟ احنا عندنا تجاوز بس مسيطر عليه يعني. أه. مشكلة انه التجاوز بظل هاي الأوضاع مشكلة. أه. إزالته مشكلة وإبقاء مشكلة أكبر. صح، انت تشوف الأوضاع، لكن احنا اكو دعم حكومي باتجاه ازاله جميع التجاوزات. هاي سمعناها من 2013 يمكن، لكن من صارت مال حمله شهيد عبير اي يعني الله كانت يعني عندنا القوه الكفيله والرادعه انه نرفع التجاوزات. رفعتوا؟ رفعنا. بس انت اليوم يعني رفع التجاوزات اكو مقابله بديل. مقابله بديل صحيح. احنا بدنا نرفع التجاوزات اللي نحتاجها. عندي ارض مدرسه ومواطن ما يقبل المدرسة الصير. هذا ارفع التجاوز. اذا مشى بالاسلوب القانوني مشى، ما مشى اما اتبعوا يا اسلوب قانوني انه ازيله بالقوة. بالقوة العسكرية. واضح. لكن اذا احتاج الارض كمدرسة، احتاجها كمستوصف، احتاجها كمواطن، هاي الارض مالته يريد يدخل عليها واكو واحد مستحوذ عليها. بس باقي التجاوزات لا، بيها جدوله وده نشتغل على الجدوله مالتها اللي ما محتاجيها هسه، لان عندنا مهم واهم. المهم اللي محتاجها الاهم، وذاك مهم بعدين يجي ورا. اكيد يعني يعني تم ازاله التجاوزات بالقوه. اي طبعا تعرضتوا لا تهديد لا وش قد اكو ناس ناس وصلوا لنا للبيوت، يعني اكو ناس وصلوا مثلا اتبعوا الاسلوب العشائري ووصلوا لعمامنا ووصلوا وزقنا لهم احنا دوله وهذا قانون. وانتم هم البهادل هم دوله. لا لا احنا اليوم احنا اليوم يعني ابناء الدوله. اي صحيح. احنا اليوم حتى لو بهادل بس ما نقدر، احنا ابناء الدوله. الدوله تقول لنا رفعوا التجاوز خلاص. هي مو منطق العشائري، هذا عمل وهذا ايه بالتالي يعني فرض القانون. اهلنا وعمامنا كانوا متجاوبين، قالوا انه انت ما دام عندك امر دوله بعد ما تقدر يعني. وثاني شو نسوي؟ نموت يعني خلينا نموت، هاي بعد شو نسوي؟ صح، العافيه ان شاء الله، عمر الطويل. اكيد اللي يقدم خدمات يعني اكيد يتعرض لها يعني. طبعا. يعني على سبيل المثال المهندس الراحل الاستاذ عبير الله يرحمه، يعني راح يعني انقتل بطريقه بشعه. شوف كربلاء، شوف نعم الاثر اللي قدمه بكربلاء. طبعا والله من اجمل مناطق، انا يعني بغداد ما شايف هيك مناطق، في كربلاء بنروح زياره وفادنا هوايه من هاي الحمله. صح. صارت قدرنا نزيل هوايه من التجاوزات اللي هي مو صحيحه. بس المواطن يعني هم مرات يعني المواطن اكو متعاون اكو غير متعاون، بس المواطن من يشوف انه حاله حال غيره يلتزم. بس من يشوف واحد يعبر واحد متجاوز ويجي عليه يظل يتساءل، يقول ليش عبرت يعني هذا، ليش عبرت وجيت عليه مثلا، ليش هذا موصبي. فانت من يشوفك قاعد تشتغل على الكل لا يتعاون يعني. اكو فقره قانونيه مثلا جيزلهم البقاء في مكانهم؟ يعني قبل سمعت بانه اللي تحت السقف ممنوع ازالته. شوف لا شرعا ولا قانونا اكو قانون يتيح التجاوز، لان هذا حق العام. صح. بس قلت لك لازم اليوم تفكر، عندك ارض تريدها مدرسه اشتغل عليها ازاله. هاي راي شخص يعني ما اقدر افرض على راي، بس هذا كراي شخص احكيك اياه. واضح. كمدرسه كمستوصف كمشروع زيله، بس انت اليوم اذا ما تحتاجه خلي نشوف الوضع شلون يصير بك، تتملكون اراضي او شيء. بس اذا اقتضى الامر وجاك امر، احنا يعني قلت لك ابناء الدوله تقول لنا لازم ننفذ الامر. شنو البدائل؟ ما وعدتكم الحكومه العراقيه بدائل مثل هذا المتجاوز حتى وان كان مو على يعني مكان خدمي؟ اي تجاوز يعني قطع اراضي مال ناس، عندهم مسندات،
لكن نتجاوزه ما بعد 2003 على القضاء هاي الأراضي. المواطن العادي خب يقول لك روح القضاء، يروح القضاء ويرجع لكم نفسكم أنتم البلدية، نعم. تعال شيلوا. الدولة ما وضعت لكم فد بديل لهذا المواطن المتجاوز؟ المتجاوز علي ولا المتجاوز؟ لا المتجاوز. المتجاوز فتحت له هاي مبادرة داري. من حق أي مواطن يسجل؟ إذا كان مدير عام وإذا كان يعني وزير وإذا كان مواطن بسيط. أنا أشوف ناس حتى متمكنين يجون البلدية أشوفه متمكن يعني. قدموا لكم. إحنا وصلنا تقريبا يعني 30,000. 30,000 وتقدم. المدائن وصلوا 100,000. البلديات اللي إحنا على فكرة في الموضوع ما ذكرت لك، إحنا صنف رابع. شو مو صنف أول، ما هي أصناف. إحنا صنف رابع. يعني اكو صنف اول ممتاز، اكو صنف ثاني ثالث رابع. شلون يعني الفرق القنوات الاصناف مع البلديه؟ اي فاحنا صنف رابع. الناس من 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 الصنف الاول. الصنف الاول اللي هي بلديه المحموديه، بلديه الزهور، ليش صنفوا بهالطريقه؟ الراشديه. ها مو حسب، حسب عدد السكان. اها حسب هي مركز قضاء او لا. احنا مو مركز قضاء، احنا قضاء مدائن ناحيه النهروان. احنا صنف رابع بس احنا مستحقين نكون ثاني او ثالث، وده نسعى باتجاه تغيير التصنيف. جميل. واذا صرنا قضاء نستحق اول نكون. اذا بس احنا حاليا ناحيه، فناحيه ما يصير تكون صنف اول. جميل. لازم مركز قضاء، يعني قضاء بناء من ناحيه نفسه، يعني قضاء وبلديه. يعني انا اقول يعني هذا مشروع اللي الفرازات اجابه لسؤالك، حتى من حتى المواطن توصل للفكره. فتحت لهم باب انه يقدمون على داري. وانا دارس دسل. لو استكملت هاي العمليه وفعلا كانوا جديين الحكومه بمنح القطع الاراضي لمستحقيها، راح تنتهي قضيه التجاوزات؟ ترفعون بعد ما سويت تحكي بصراحه يعني صراحة. لو جامل لا صراحة. المتجاوزين شوف احنا مو هذول كلهم عراقيين، يعني هم اليوم نتعامل اليوم هذول الناس مساكين صح، لكن المتجاوز شو يسوي؟ هسه احنا عندنا اماكن معوضه دافعي له فلوس ومطلعي زين، هو شو مسوي؟ بايعه، اخذ الفلوس راح باعه جاب واحد. هذا الواحد اللي انت جاي لي تقول لي انت هسه لازم تزال لان انت معوض. لازم تزال. يابا انا والله اشتريت ب 13 وب 16 وب 17. تعال اشتري قطعه بمليون ونص وابنيها مصر عليك ب 13 وب 16 اشتريها طابو بمليون ونص، هي يمنا منها راهن 2.5 ب 3 ملايين زين، انت اشتريها وابنيها مصر عليك وطابو انت ماخذ لك قطعه متر يبكم؟ مو متر، القطعه كلها مليون ونص، مليونين، 3 ملايين. هاي زينه قطعه دقاع. قطعه دقاع والله زينه روان حقيقه. يعني 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 نشتري من مكتب يعني دلاليه، تشتري من صاحب قطعه ب 3 ملايين؟ إيه؟ عراقي؟ عراقي. كم متر؟ 200 وكل 300. بعد ليش اروح على المقبره النموذجيه؟ لا مو يمنع دفن، يمنعك من الدفن، تدفع فلوس يمنعك من الدفن. فلوس المقبره النموذجيه اغلى. بس هي مناطق ترى على الخدمات اللي يعني قلت لك المشاريع المستقبليه راح تجي يعني تسوى اكثر بهوايه، والدليل الناس قامت تشتري. زين. قامت تصعد هسه. فهذول بذاك الوقت مشتري له قطعه ب 13 وب 16 وب 9 وب 8. احنا رحنا نريد احنا بدنا نجاوب على اسئله يعني اللي عندك، بس ما نريد رحنا نفتح ارض المدرسه بها متجاوزين. فطلعوا لنا عائلته وطلعوا لنا هو، قالوا احنا دافعين فلوس من نشيل، شو نسوي؟ كانت فيانا دوريات وهاي، فاضطرينا انه نفعل دور الشفل الى ان قالوا لا، شافوا الشفل وصل يمهم يعني فتح حالة تهمات يعني تنهار، يعني هم الضوج يعني هم خطيه هاي عائله، وشوفهم هيش طالعين ويصرفون تصرفات يعني صح مو عاديه لك، بس من يعني من اذيتهم يعني هو متاذين. هو ما بطران يقعد لك بهيج مكان. ايه وانت على قولتك تقول 3 ملايين قطعه وراء بناء هم يذب له فد يعني صار يذب نفس فلوس البناء بغداد، نفس الرقم بس الفرق سعر الجار. احسنت زين. فهذا اللي اقول لك، هو هم مو بطران يروح يقعد بهذا المكان وتلقاه مخلي مثلا تشينكو، مخلي كذا تفاصيل. يعني اكو ناس بنت المتجاوزين مثلا دبل فاليوم ويش بناء، اكو ناس عندها هذا يعني تجاره ياخذ يبيع ويشتري. صحيح اكو صح. اكو ناس لا هو مغلوب على امره. فهذا الموضوع يعني يقول بابا برده. اي هذا يستحق انه يعوض.
يعوض. اي يستحق يعوض، بس يعوض شلون طريقه؟ انت لازم تخلي لك باب نهايه اولا تقطع الموضوع زين. يعني انت ما يصير هسه تعوض ذولا ويجوك ناس وتعوض ذولا ويجوك ناس زين أكو الى ما لا نهايه. اذا هي القطعه مثلا 200 متر، بس ترى عندنا قطع عندنا توصل 60 و70 مليون. اي لا نقولها تساوي يعني 3 ملايين، من قلت لك 3 ملايين هاي واحد. نقول على سبيل المثال الاقل سعرا نعم، نقول 3 ملايين. هذا من حقه ياخذ قرض عقاري. نعم. انتم ساعدتوا الناس بقضيه تواصلكم، وهو مو اختصاصكم، لكن تواصلكم كبلديه بالعقاري او محافظه بغداد، تسهلون امر للناس دول حتى البناء مثلا؟ اكو تواصل مو عن طريقنا، عن طريق المحافظه بدعم هذا الناس. هذا قصدي. اي، يعني المحافظه تدعم هذا الموضوع. احنا باب المساعده اللي نساعده انه المواطن اللي يجينا ما نخليه يتاخر. صح، باكمال اجراءاته. انت تدري اليوم احنا من نتابع هواي دوائر ما نريد نذكر اسمها، نتعرقل. صحيح، بس احنا نباوع هذا المواطن نريد، لانه اصلا هو وضعيته تعبانه، فندعمه انه اجراءاته ابد ما تتاخر ونسهل الامر به. ممتاز، هذا شيء جيد. يعني تبقى قضيه البنى التحتيه هي قضيه دوائر غير معنيين بها البنى التحتيه، لكن هذا كتابنا وكتابكم لأخر عملية عملكم أصلاً. يعني أنتم عندكم بالمستقبل مشاريع، يعني دا أقول يعني بصراحة النهروان دا أشوفه عمل دا يصير أكثر من بغداد بحد ذاته يعني، ومناطق كبيرة يعني. هاي يحتاج إلى تفعيل حقيقي للمضي بقضية البنى التحتية. يعني هاي كتابنا وكتابكم بالدوائر والروتين الممل ما راح تنجزون هذا العمل. إحنا إجابة نوشي على سؤالك، إحنا مو معنيين بها، احنا كنا شركاء عمل. كل الدوائر الخدميه وحتى غير الخدميه والامنيه احنا شركاء عمل. نتعاون وياهم ويتعاونون ويانا. يعني احنا لازم هم اختصاصهم. فهمتك؟ اي بس هذا واضح المواطن. مو ولا هم ترى هم متعاونين ويانا. بس هذا كروتين، كل دائره تخاف من المحاسبه. اكيد. فلازم تضمن انه يكون هي ضمن السياق القانوني. فهذا التوضيح مثلا. تبليط. وما أدراك ما التبليط؟ التبليط يعني قاعد تسوون ترقيع لو تبليط؟ لا، احنا عندنا كساء وعندنا تبليط. جيد. عندنا الشارع العام بصيانة اللي هو التروجات، الشارع العام الشارع الرئيسي جدا. عندنا تخسفات مثل طريق السبب. يعني انا اشوف الحمل والسيارات الكبيرة هي سبب الرئيسي. هاي حضرتك تقول هالشكل ليش؟ انت انسان مهني وشغلك اعلام، بس اكو امور تعرفها يعني. بالتأكيد. يعني انت اللوري من يجي ومحمل جاي من معامل مال طابوق، صحيح، وزن ذاك السايد يجي فارغ. تمام، بس هذا السايد يجي بي محمل، فهذا من يطلع محمل يصير عندك التروجات، فلازم دائما انت وياه. شلون الجسور دائما صيانه لازم بيها، فهذا الشارع لازم دائما صيانه بيه. قله التخصيصات ادت الى انه لا، فهسه يعني صار فتره صارت حوادث عندنا هسه، وحسب يعني اجتماعاتنا ويا سيد المحافظي استاذ ياسر، استاذ ياسر دائما داعم بهذا الاتجاه، وصارت اكو تحركات من ساده النواب هناك بالمنطقه يعني، بس اكثر شيء المحافظه واستاذ ياسر مدير بلديات. صار عندنا مشروع صيانه الشارع العام، يعني قشط المناطق المتضرره مع انه ما عالجنا السبب. مو هي المشكله راح يرجع لك هم الضرر نفسه. إيه راح يرجع يعني هو من يشوف، بس هو من يرجع شو يقول المواطن؟ يقول هذا ما اشتغله صحيح. هو هذا اللي بدي اوصل لك اياه. لان هذا ابو الحمل. نعم. من يبدي الشارع هاي الجهه بها تقصفات يبدي راح يتحول على السايد الاخر. ايوه انهي حتى ينهي تماما. اي هو يريد سيارته ما تتاذى. زين احنا لازم تكون اكو يعني جهه رادعه، لازم قبان، ولازم ما تعبر سيارات بدون بوابات بغداد ما بيها قبان تمنع النهروان. مو انت اذا تريد السوالف بمواصفه لازم هيك. اي لازم هيك حفاظا على كل الشوارع مو بس من النهروان. زين احنا هسه مقبلين على الشتاء استاذ. نعم. مهند، اكو شوارع فرعيه ما مبلطه اصلا يعني. وتعرف هي ارض زراعيه مثلا، صح انتم في مناطق الارياف الاطراف خدمات افضل من المدينه ترى. اها ما دار يقول بالمال. لا لا، افضل مدينه. ليش؟ اولا ما بيها مشروع مجاري فيشتغلون براحتهم. صار اكو تبليط عن طريق المحافظه والناحيه مو علينا.
واضح. قبل المحافظة والناحية. فعندهم مشاريع تبليط اللي هي للطرق الداخلة على القرى. اها. والمي يروح على الجانبين. ف يعني بلطة هسه؟ بلطت. وتبلط عن طريق الناحية. يعني هسه نقول بالمجمل بالمجمل، وهو هذا ما يصير به قياس طبعا، بس احنا نقول نسبة مئوية، ايش قد النهروان مبلطة؟ بالنسبة. المدينة يعني 5%. المدينة. المدينة. ده. المدينة تصميم الأساسي. أيه؟ 5%. ما تقدر تبلطها. يصير عندك هدر بالمال العام، تعرض لمساءلة قانونية. أيه؟ يعني ماكو أحد مقصر. يعني ماكو تقصير لا من المحافظة ولا من الجهة الممولة ولا يعني بلديات بغداد ولا. المطبخة والسندان. إحنا مو مشكلتنا ما عندنا هوية يعني ما عندنا مجاري، فما نقدر إنه نبلط. تبلط حتى بعدين يجي اعمال المجاري ما يصير تبليط و... ايه راح تروح هاي المليارات يقول لك انت ليش بلطت شنو الداي يا استحصلنا مثل ما قلت لك بدايه الحلقه استحصلنا انه نقدر هذني الشوارع الرئيسيه بموافقه مجاري بغداد ووزاره التخطيط انهم بلطن وصار العمل ان شاء الله راح نبلطن. يعني تبقون ننتظر الماء والمجاري حتى يتم تبليط النهروان. نعم مشروع مشروع الماء تقريبا كمل تقريبا كمل يعني هسه هم قالوا وصل 100 بس اتصور بعد يعني بدوا طرف فيها ماكم طرف في الموضوع. لا احنا نعاونهم ونساعدهم طبعا كلنا عن طريق البلديه بس هو على دائره ماء بغداد. على دائره ماء بغداد ومشروع الوزاره مستلمته زين وتقريبا خلاص يعني هسه بدوا يطون للناس مي بصوره دائمه. مي حلو بس رجع سلبي انا علينا. ليش؟ قام المي انفتح على الشارع. حيرتونا. ايش يسوي مواطن من حقه بس مو من حقه يذي المي بالشارع. اي صحيح. يعني انت المواطن هو هاي منطقتي. يا اخي لا تفتح مي على الشارع. دا تتلف الشارع. هسه دا تتلفه هو تراب. ما يخالف. يوميا نجي نذب احنا نعالج. احنا ما عندنا امكانات مالية نذب سبويس. نجيب انقاض منه ونذب نعالج يعني حتى نكون واضحين قدام المواطن ما نقول. لكن راح يصير تبليط. هذا التبليط اقل ما لو تبلط بحديدها ينقلع. اي فعلا صحيح. فحافظ على شارعك يا مواطن. مي حلو مو تمام. مي حلو. مي حلو. زين انت حكيت لنا على نطمر وكذا، جاني سؤال للطمر الصحي. اي يعني كل بلديه اكو بها اماكن للطمر الصحي، ايش عندكم؟ اكو طمر صحي واكو طمر مؤقت. احنا ننمي النفايات بالطمر المؤقت. لان الساحبه والكابسه حضرتك تعرف الساحبه والكابسه واللوري مالتنا احنا عندنا نوعين من الجهد حتى ما اطيل عليك. لا تفضل. عندنا الجهد الالي الخاص بالبلديه اللي هو شفلات ولوريات. نمتلك اليات كافيه الياتنا. حاليا نسد زين. عندنا 5 شفلات، 3 كبار و2 صغار، وعندنا 7 لوريات جهدنا الخاص. ومن نحتاج استاذ ياسر مدير بلديات يدز لنا دعم دائما، يعني على التليفون يدز لنا دعم من عده بلديات. الشفلات واللوريات هذني الجهد الالي مالتنا يطلع بشكل يومي. وعندنا الجهد الثاني جهد الحمله اللي هي تصرف لنا اياها محافظه بغداد. ما 60 يوم؟ لا لا لا، عندنا على مدار السنه كل شهر يعطونا 26 الى 25 يوم عمل. يعطونا 150 عامل و8 ساحبات ذني ايجار و150 عامل. ال150 يتوزعون وين؟ يتوزعون على الاليات ويتوزعون على الكنس ويتوزعون على التنظيف. احنا نشتغل بهذني الاثنين اللي هو الجهد الالي مالتنا الخاص والجهد مال حمله. فاحنا على المالوري مالتنا اذا يروح للطمر الصحي حتى ما اطيل عليك. لا لا يعني باليوم يودي له لودر بلودربين. مسافه سبب المسافه. فاحنا عندنا طمر مؤقت صار له من 2003 هذا الطمر المؤقت مو هسه من انا جيت. زين هذا الطمر نقدر نحصل باليوم 6 دروب، كل اليه تذب له 6 او 5 دروب. وين الطمر الصحي مالكم؟ الطمر الصحي المؤقت لو الثابت. لا ثابت. الثابت فوق من معامل الطابو اللي هو مال امانه بغداد ومالتنا. كم كيلو تقريبا عند المكان؟ يعني تقريبا 40 40 كيلو 30 هاي صرف. ما نقدر احنا نروح، اذا رحنا للمدينه راح تتراكم النفايات بيها ما نقدر نوصل. بس احنا شو نسوي؟ نذب الطمر المؤقت. محافظه بغداد وبلديه بغداد تصرف لنا نقل ايجار
لان احنا الياتنا تشتغل داخل المدينه طبعا. اذا طلعناها تجي خارج المدينه راح تتراكم. ناجر اليات تودينا من الطامن المؤقت الى الطامن الصحي. صحيح. زين بهاي الحاله يعني عمال النفايات يعني عمال البلديه عندكم للمناطق من يجزوها يومية لو يعني عندكم كابسات كافيه لو تبقى بشفلات يعني. لا لا ما كافية ما تكفي. ترى بالمناطق داخل بغداد بشفرات قاعد تجي. والله راح أقول لك شغل، إحنا نشتغل يعني بشكل يومي، بس إحنا نحاول نوسع يعني نوزع بشكل يعني حتى الحي اللي آلياتنا ما توصل ما تخدمه، يعني عندنا قلة آليات مثلاً كساعة بكابسة، نحاول يوم هنا يوم هنا يعني. بس ذاك اليوم يعني على الكلام ذاك اليوم طلعنا استبيان. اي فجتنا اللجنه وطلعنا استبيان، فواحد من المواطنين قال احنا صارنا 30 سنه ما طابوينا. ادري وين تحت 30 سنه، قلت 3 شهور شهرين مو احد يبلعها 30 سنه. من 2003 تقول 30 سنه لا اكثر من 2003. اي اي فعلا يعني حتى بوقت النظام القبل ما فايده. زين لا العمل بشكل يومي، بس يصير عندك تراكمات يدخل عليها الشفل ويشيلها، مرات تتوقف عندك حمله يوم او يومين، مرات ثلاث ايام. يا اما نشتغل بخط طوارئ يا اما تتراكم ونرجع نشيلها. هم تصير حرق بالنفايات المتكدسه، ما احنا اكو مشاكل دا نشوفها احنا تفوت مناطق بغداد معامل كبس النفايات. تشوف اكو بعض طبعا اكو عوائل اكو مناطق سكنيه بنص المناطق السكنيه يتم حرق بعض النفايات. لا احنا بالداخل ما عندنا بالطمر المؤقت الامونيا الموجوده بالنفايات تولد حرقها. فهاي الدخان مالته يتراجع وين؟ على الهواء. تراجع على المدينه. احنا يعني المدينه صار بيها عمل مجاري سطحيه. هاي مجاري سطحيه صارت تبرع الاهالي يعني كل منطقه لا يسوون سواقي يمشي بيها المي خارجيه. واضح. البلديه صار اكو تعاون بين البلديه والمواطن. المواطن قال انا اجيب الخلفه والساقيه. احنا شنو علينا؟ علينا قص الشارع والجهد الالي كله علينا. هاي المناطق صارت نموذجيه لحد ما شلون يعني كل من حاط حاويه بابه وميه دا يمشي فتدخل عليها ما بيها تراكم، التراكم فقط بالمناطق اللي هي ما بيها مجاري سطحيه. احسنتم طبعا، شكرا جزيلا لكم من قلب الاستاذ مهند البهادلي مدير بلديه النهروان على كل هذه الاجابات وعلى صراحتك متناهيه، وشكرا للاستاذ ياسر طبعا استاذ احمد على اتاحه الفرصه ان نشوفك اليوم وتعرفنا بالنهروان وهاي المساحة وهذا عدد السكان العائل اللي هي 250 ألف نسمة. أتمنى إن شاء الله تكون هاي الرؤية الجميلة اللي تمتلكونها أن فعلا تطبق على أرض الواقع ونجي نصور هذه المعامل الصناعية حتى تطلع المعامل من داخل المدن باتجاه النهروان وتصبح فعلا مدينة صناعية وتصبح مدينة سينمائية ومدينة للزراعة. سينمائية ما تصير بس صناعية تصير. احنا مصر مثل مصر. لا عندنا كوادر ان شاء الله فنانين ومختصين بالسينما، لكن ظروف البلد هي المشكلة. ظروف البلد مش ما نقدر ننهض شوية نوقف ونتنفس الهواء يجيك شيء اخر يعكر مزاجك. بالتأكيد الدول الاقليمية والدول طبعا دول الجوار الجوار. يعني ما تريدك أن تنهض، هم قالوه بلسان عربي فصيح، قالوا العراق إذا نهض يتسابق إليه يتسابق بعده الكثير. إحنا أقوى من عندهم حقيقة، تجارب ثبتت إحنا أقوى. أولاً إحنا نشكركم أفضل. وإحنا بخدمتكم ببرنامج زكرا. بخدمتكم فدولة. إحنا بخدمتكم ويسلمك. وإحنا أسئلتك يعني ما قدرنا نوصل إنه وصل لك عمل البلدية هواية، عندنا أعمال جهد ذاتي وجهد حلو اعمال حدائق. نجيكم ميدان ان شاء الله. ان شاء الله تجونا ونشرف بيكم. الله يحفظكم جزيل الشكر. حبيبي شكرا جزيلا استاذ مهند مره اخرى. مشاهدينا الكرام في ختام الحلقه تقبل تحيات كادر البرنامج، وانا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي، التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء. في امان الله.